كما تعلمون أنا ملتزم بمفهوم تعددية الأطراف بطريقة كبيرة على مبادئ وثيقة الأمم المتحدة والقانون الدولي. أعلم أننا اليوم نواجه وضع معقد في أوكرانيا وهناك تفسيرات وشروحات مختلفة عما يحدث في أوكرانيا، لكن هذا لا يضع حدا لوجود احتمال بأن يقام هناك حوار نتطرق خلاله إلى العذاب الذي يعانيه المدنيون، ونحن مهتمون في إيجاد طرق وسبل من شأنها أن تخلق الظروف المؤاتية لحدوث حوار أو إقامة حوار بناء والتوصل إلى وقف لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن والتوصل إلى حل سلمي. في هذا الإطار نحن نهتم أيضا في كل ما يمكن القيام به لتخفيف آثار هذه الحرب في مختلف أقطار العالم. نحن نشهد، وهنا أتكلم عن أفريقيا مثلا، بعد زيارتي لها لقد رأينا التأثير الدراماتيكي والمأساوي للحرب على الأوضاع في أفريقيا وفي دول تواجه ما زالت تواجه وباء جائحة كورونا وكل ما تأثر عنها من تداعيات وبطريقة غير عادلة للغاية. طبعا بالنسبة للنظام المالي العالمي، طبعا نحن نواجه الآن أزمة تصاعدية بوتيرة سريعة أو تتصاعد بوتيرة سريعة، ونحن نقدم كل ما بوسعنا لدعم كل الدول في العالم فيما يتعلق بالأغذية والطاقة والأمور المالية. هذه إذن هي اهتمامات كبيرة لدي أن أقوم بكل ما يمكن من أجل وضع حد للحرب بأسرع وقت ممكن وللقيام بكل ما يمكن للتخفيف من معاناة الشعب ولأيضا معالجة تأثير هذه الحرب في لدى الشعوب الهشة في باقي أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه هناك نقاط مختلفة على جدول الأعمال وعلى الأجندة نريد أن نتطرق إليها ونناقشها بعمق وبالتفاصيل مع روسيا.